وعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. أسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم أن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. إلى شاركت في المخيم حتى أنها قال لي واحد كلمة، قال لي بحمد الله تعالى أربع أحزاب المرتبة الأولى والتي عادت. هذا المخيم الذي دام 11 يوما وبحمد الله كلنا بنجاح كبير، حيث كانت اول مشاركه حققت اربع احزاب، المشاركه الثانيه حققت احزاب ونصف، المشاركه الثالثه حققت ثلاث احزاب، كما تم تقديم 14 متمدرسه. فنحمد الله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، وهذه هي الدوره الاولى، وما زال عندنا دورات اخرى، عندنا مخيم صد الصيد، مخيم ربيعي، عندنا مخيم شتوي وهكذا، وسنفتح المركز عقب هذا المخيم لاستقبال الطلبه والطالبات لدراسه وتدارس كتاب الله تبارك وتعالى.